وكرسي في المجتمع فيه بالتالي أداة وآلة مكاني بباسط ينتقل من الفرد من حياة التمركز حول ذاته إلى حياة التمركز حول الجماعة، لأنها وسيلة يصبح من خلالها الفرد إنسانا اجتماعيا وعضوا كاملا. تلعب المدرسة دورا بارزا في عملية التنشئة الاجتماعية، هي أكبر مساعدة للطفل على التعلم بضبط انفعالاته والتعامل مع مركز السلطة، وكذلك تولي القيام بها. كما تضمن التهيئة الاجتماعي معرفة الطفل للطريقة التي تحل بها المشكلات من كافة الأنواع، واكتساب الوسائل الفنية لحل المشكلات. ممتع لعملية التربوي تزويد معلومات المعرفة والخبرات والمهارات وكيفية توظيفها في حياته. وهتعلم المدرسة للطفل الانضباط في السلوك واحترام الوقت، وينتبه عن هذا الاتباع الطفل لجدول زماني مدرسي محدد وأخضاع القواعد والتعليمات ولهم تكون موجودة في المنزل. المدرسة هي المؤسسة التي أنشأها المجتمع تكون قيمة على الحضارة الإنسانية والثقافية الخاصة، تتولى تربية نشأ وتكيف مع الحياة من حوله. ويمكن القول المدرسة بأنها مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع تقابل حاجة من حاجاته الأساسية، وهي تطبيع أفراد اجتماعية يجعل منهم أعضاء صالحين. جماعة الأقران، من أهم المؤسسات التي تنتج للطفل حرية واسعة في مجال تحقيق الهوية الاجتماعية واكتشاف الذات في إعداد الطفل وتنشئته فكريا وفعاليا واجتماعيا. هذه الجماعات تنتج للطفل فرصة التفاعل الاجتماعي الذي يتم بين الطفل، ويستطيع الانفعالات من ضغوط الرقابة تمارس في إطار الأسرة والمدرسة، لأن هذه الجماعات تسعى لإشباع ميول ورغبات الأطفال الأساسية التي تتصل بنموه الاجتماعي والتي لا يمكن إشباعها في إطار الجماعة. هي الألعاب الذي يعطي فرصة للطفل تمثل الدور الاجتماعي مختلف، راح تلمس دور المعلم أو القائد أو اللص أو الشرطي إلى آخره. من بين هذه الاعتراضات على التعليم المنزلية نقطة انعزالية يرسخها لدى الطفل بكل ما لذلك من آثار نفسية وسلوكية ومعرفية، بالإضافة إلى فقدان الفائدة التي يصل إليها الطفل من خلال التفاعل مع الآخرين بالذات في نقطة الخبرات والمعرفة، بجانب التعرف على البيئة المحيطة. يبرز المساربط في هذا النوع من الآثار جماعات الأقران وجماعات الرفاق، إذ تعرف على أن الجماعة تكون من عنصرين أو أكثر، تتطبق أو تتشابه عقائدهم أو أفكارهم وشعور الفرد وإدراكه بأنه يشبه الآخرين والشعور بأنه. عندنا وسائل الإعلام، واللي تعتبر الأبحاث اللي اكتشفت أنه وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية هي الأولى من الوسائل اللي شملت الأبحاث المعاصرة، اللي يكون الإذاعة أو التلفزيون أو أفلام أو السينما والكتاب والمجلات. قد دلت نتائج أغلب الأبحاث الحديثة على أن الطفل ما يشاهده من عنف في القصص السينمائية والتلفزيون ومواقف القلق التي تعتمد عليها أحيانا بعض تلك القصص في جلب الانتباه، راح تثير في النفوس الأطفال نوعا غريب من القلق، راح يتطور بعضها إلى قلق عصبي المرضي. من الآثار الواضحة للوسائل الإعلام على التنشئة الاجتماعية للطفل إشاعة سلوك اللامبالاة وتشويه القيم التي نعتاد عليها في تربية جيل المستقبل. إذا كثير ما نشاهد في أبطال قصص السينما والتلفزيون يحتسون الخمر ويدمنون الشرب في مواجهة المواقف العصبية التي تمر في أحداث القصص، أو يعتدون على غيره أو يقتلون الآخرين. تلك النماذج الشريرة والخطيرة نقدمها لنشأة في مواقف العاطفة المتجهة والمناطق في عقلها التي تبعث بكل ما يجهل من قيم ومعايير وتقاليد. هذا ولا شك إذا حسن توجيه وسائل الإعلام تستطيع أن تصبح أداة فعالة وقوية في إرساء القواعد الخلقية والدينية في المجتمع الفاضل. وتستطيع أيضا هذه الوسائل أن تسمى بعقول لتخرج أحسن ما هو تفكيره وابتكاره وخيال خاص بمنتج. راح تعتبر وسائل الإعلام أهم المؤشرات والموجهات التي تساهم في توجيه سلوك الفرد ضمن بيئة معينة تجعله يكتسبون مجموعة من المعارف والمعلومات حول شيء ما. لذلك ساهمت هذه الوسائل في التأثير في التنشئة الاجتماعية بشكل واضح ومباشر، وخصوصا التطورات الحديثة التي شهدت أغلب قطاعات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وهذا ما ظهر واضحا في موكبة التكنولوجيا المعلومات الحديثة في التوجيه الفكري. في الخاتمة حاب أقول أن التنشئة الاجتماعية بمثابة بناء شخصية الكائن الإنساني من خلال تمثله لشبكة العلاقات القائمة بين الأدوار الاجتماعية، وكذلك مضمون هذه العلاقات ومعانيها، لأن على ضوء ذلك تحدد طبيعة العلاقات القائمة بين المستويين الاجتماعي
والثقافي ومشكلات النسق الاجتماعي. ولا شك أن مهمة التنشئة الاجتماعية أضاحت اليوم مسؤولية أصعب من أي وقت مضى، فما تعد مسلسلات الرعاية للنشأة وتنوع الاتجاهات والنزعات في حكم العسير وضبط التنشئة حسب إيقاع محدد يجعل من الضروري الالتزام أسلوب المرونة والتكيف الإيجابي في التعاطي مع مختلف البرامج والمخططات، مع الحرص الدائم على تنمية شخصية الفرد وبناء ذاته بصورة متزنة تقوي على مواجهة الصعب والوعي بالتحديدات دون الانصهار، فيما لن يأخذ الوجود الثقافي للمجتمع في الظروف الرهن الابعاد الحقيقي الذي تتم تهيئ الاراضي التربويه الملائمه عن طريق تنميه المتعلم والتزويد بكل الاليات التربويه تجعله منه قوه فعاله وقادره على ان تعيش عصرها دون ان تفقد احساسها بذاتها، شخصيه قادره على الاخذ والعطاء والتفاعل والاثراء وتحقيق ذاتها وترسم بصمتها الحضاريه على المشاهد الثقافي للقريه والكونيه. لقد وصلنا لنهايه هذه الندوه والحمد لله تعالى الذي وفقني في تقديم هذه المحاضره. أتمنى أن أكون استفدت في المعلومات التي أعطيتها. هل هناك من سؤال؟ شكرا جزيلا حضرتك ست فاطمة، بارك الله فيك. تسلم تسلم. السادة المستمعين، إذا حد عنده أي مداخلة أو أي سؤال أتمنى يكتب لنا بالشات، ورابط حضور إذا بالشات اللي ما سجل حضور. تمام ست فاطمة، بارك الله بيك وشكرا جزيلا لحضرتك. تقدرين تاخذين راحتك ست. تسلم تسلم دكتور. وسهلا. السادة المستمعين، لهنا وصلنا وياك بنهاية المحاضرة إن شاء الله. بالنسبة للشهايد الدورة راح تنشر على موقع مركز التعليم المستمر إن شاء الله يوم غد بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.